باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. أحبائي وإخوتي في المسيح، اليوم سنصلي معا صلاة المزمور المبارك 23، لنطلب من الرب يسوع المسيح أن يكون حاكما في حياتنا وحياة عائلاتنا. نرفع قلوبنا لنتضرع بإيمان وثقة بقوة الله لفتح جميع الأبواب المغلقة ولمباركة منازلنا بالنعمة والبركة والرزق والسلام والطمأنينة حسب الوعود الإلهية في المزمور المبارك 23. ولكن قبل أن نبدأ، أدعوكم بتحضير كوب من الماء لتكريس كل البركات الموجودة في هذه الصلاة على ذلك الكوب من الماء. فعند شرب هذا الماء في نهاية هذه الصلاة سوف تشعرون بنعمة السلام والطمأنينة في جسدكم وفي منزلكم وفي كل مكان تسمعون في هذه الصلاة وتشربون معه هذا الماء. ولا ننسى أنه يجب أن نصلي هذه الصلاة لمدة 7 أيام، ونجعل اليوم هو أول الأيام من 7 للصلاة بالمزمور المبارك 23، وأن نشارك هذه الصلاة مع 7 أشخاص من أحبائكم لكي تساعدوهم لينالوا بركة الله لفتح الأبواب المغلقة والرزق والنعمة والسلام والهدوء والطمأنينة من كلمة الله. وإذا كانت زيارتك لنا هي أول مرة، بندعوك أن تشترك في قناة جوسبل وتفعل كل الإشعارات لكي تصل لك كلمة الله، لأنه طالما شاهدت هذا الفيديو فهي ليست صدفة بل إشعار إلهي لكي تستمع لكلمة الله على قناة جوسبل. وعند إيمانك الكامل أن الله سوف يفتح لك الأبواب المغلقة وأبواب الرزق والبركة كما قال السيد المسيح له كل المجد، لعدم إيمانكم فالحق أقول لكم، لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فلينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. متى 17:20. فحينئذ سوف يعطيكم الرب كل ما تطلبونه في قلوبكم حسب مشيئته الصالحة لنا. لذلك يجب أن نصلي بهذه الصلاة لمدة 7 أيام بكل طهارة ونقاء قلب، ويفضل أن نكون متناولين لجسد ودم مخلصنا يسوع المسيح. ونستمع لهذه الصلاة للنهاية لتكريس هذه الصلاة على هذا الماء وفي جسدنا وفي بيوتنا. أمين. نبدأ بالمزمور المبارك 23. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. إلهي الحبيب، أنت إله كل نعمة وعطية صالحة. آتي إليك اليوم مجددا تكريسي لك، آتي لكي ما أجد نعمة في عيناك، آتي معترفا أن لساني غير لائق بابنا لك. لذلك آتي مصمما أن تبارك هذا اللسان بجمرة من مذبحك، فيكون مثل عبدك أيوب لم يخطئ بشفتيه، بل بالحري مثل الرب يسوع المسيح الذي لم يكن في فمه غش. اغسله عن كل نميمة، عن كل كذب، عن كل شتيمة، عن كل ثرثرة، عن كل غضب ساخط، بل عن كل الهفوات التي يرتكبها هذا اللسان. ملح يا رب فمي بكلماتك الطاهرة المقدسة. نعم يا رب، شهوة قلبي أن تلمس شفتاي
فتكون مسبحة اسمك القدوس. أرجوك يا سيدي حررني من كل الأباطيل، من كل كلمة شريرة، كما تقول كلمتك المقدسة. صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. وها أنا اليوم آتي إليك طالبا أن تجعل لساني مباركا يحدث بعظائمك، لأنه من فضلة القلب يتكلم اللسان. لذلك أطلب منك باسم المسيح يسوع أن تجعل يا رب حارسا لفمي. احفظ باب شفتي واعطيني كلاما عند افتتاح فمي، لأعلم جهارا بسر الإنجيل، ولتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب. يا رب صخرتي، أنت قلت تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. باسم يسوع المسيح أطلب منك يا رب أن تفتح لي الأبواب المغلقة. أعلم أنك الإله المعطي الذي يلبي كل احتياجاتنا حسب كلمتك في الكتاب المقدس. انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ يا رب سهل أموري وافتح لي باب الرزق. أنت قلت في كتابك المقدس: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. يا رب أعلم إنك تعلم احتياجاتي وترى طلبات قلبي. أسألك أن تمنحني الفرص والموارد التي تساعدني. يا رب أثق في رعايتك واهتمامك بحياتي أنا وأسرتي، وأعلم إنك لن تتركنا في هذه الأيام القاسية. يا رب أسألك أيضا أن تعلمني كيفية إدارة حياتي حسب مشيئتك لي، بحكمة وسخاء حسب قولك. فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء. يا رب امنحني الحكمة والتفكير الصحيح لأتخذ قرارات صائبة في إدارة رزقي، وأن أكون مسؤولا في استخدامه أمامك في الخير وليس في الشر. أيها الإله الرحيم، نعترف بأن الرزق هو من فضلك ومن رحمتك حسب قولك في الكتاب المقدس. كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. يا رب نعلم أن كل شيء جيد وكل رزق صالح يأتي منك، نعم منك وحدك. لذلك امنحنا البركة والرزق والسلام والهدوء والطمأنينة في بيوتنا، واجعلها مليئة بالخير الوفير والرزق المبارك والنعمة الصالحة والسلام الروحي. يا رب أنت قلت: الأجبال احتاجت وجاعت، وأما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. فنحن نطلبك يا رب في كل حين، لا تتركنا أن ننشغل عنك باحتياجاتنا وعوزنا، بل اجعلنا دائما نعوز محبتك ولطفك وغفرانك لنا، وأن نسكن ديارك طول الأيام متهللين باسمك القدوس. أيها الله العادل الكريم، أعلم أن الرزق ليس فقط بالأمور المادية، ولكنه أيضا بالنعمة والسلام الروحي وبالصحة وبالستر وبمرور خير الأيام وليس شرها، وبحفظك لي طول حياتي، وبحفظك لأبنائي من كل شر، وبنجاحهم في حياتهم العلمية والعملية والأسرية، وبسترك لخطيئتي أمامك دون فتح، وبإعطائك لي يوم جديد لكي أنول الخلاص أمامك يا رب. أطلب منك أن تمنحني القوة والأمان والسلام الذي أحتاجه للعيش بثقة وشكر. أعطني يا سيدي أن أشكرك في كل حين على صدى همسك المترددة في مسمعي، ولمسة يدك الحانية على آلام سنيني. أشكرك يا رب على كل نعمك التي أنعمت بها علينا دون أن نستحقها نحن الخطاة. أعطيتنا الحياة الأبدية مجانا، فدفعت ثمن هدمك الكريم على الصليب. أشكرك يا رب على كل شيء. أشكرك على سقف المنزل الذي يأويني،
أشكرك على الطعام اليومي، أشكرك على السرير وعلى الوسادة التي أضع رأسي عليها ليلا، أشكرك على الماء والهواء والمأكل والملبس والعمل، أشكرك على أهل بيتي وأولادي. أشكرك يا رب على هذه النعم الكثيرة التي أنعمت بها علي. أشكرك يا رب على كل يوم جديد تعطيني إياه. أشكرك على الجسد والعقل السليم. أشكرك يا رب لجعلي أنطق وأسبح اسمك القدوس. اجعل يا رب كل شخص يسمع هذه الصلاة ويشرب من هذا الماء المكرس به هذه الصلاة أن يرى كل نعمك في حياته ويشكرك عليها، ويمجد اسمك ليل نهار، ويسبح بعدلك ومحبتك وسلامك على هذه النعم الكثيرة التي لم نفعل شيئا لنستحقها، بل هي من فيض محبتك لنا أيها القدوس. يا منبع كل قداسة، اجعل كل شخص يسمع هذه الصلاة ويشرب من هذا الماء أن يسبح باسمك أيها الرب الإله القوي القادر على كل شيء، الإله المحب، وأن لا يرى عوز أو فقر أو ضيق أو شدة أو دين أو خراب أو انفصال أو مشاكل في بيته أو في عمله. أشكرك يا رب على محبتك لي. يا رب بين يديك أضع نفسي لتغسلني وتطهرني لأبيضك السلج. ترأف وارحم عبدك الخاطي، واعفو عن عدم استحقاقي الخطايا الإرادية المعروفة وغير المعروفة. إن كنت قد حلفت باسمك أو جدفت عليه بالفكر، إن كنت قد لمت أو عيرت أحدا، أو إن كنت قد احتقرت أو أهملت فقيرا جاء إلي، إن كنت قد قدرت أخي أو تشاجرت معه، أو إن كنت قد أدنت أحدا أو افتخرت أو تكبرت أو غضبت على أحد، إن كنت ضحكت باستهتار أو تفكرت بالشر، أو ضحكت على خطية أخي في حين أن عيوبي بلا عدد، إن كنت مهملا في صلاتي، أو إن كنت قد أخطأت في شيء ولا أذكره، فلأني قد فعلت كل هذه وأكثر، فارحم يا ربي وخالقي عبدك الشقي غير المستحق. حل واغفر لي وانقذني بصلاحك ومحبتك للبشر، حتى إني أنا الخاطئ والشهواني أرقد وأنام وأستريح في ظل حمايتك. يا رب يسوع المسيح، نرفع لك صلاتنا وتضرعاتنا هذا اليوم، نطلب منك أن تحفظ بيوتنا من كل شر ومن كل عدو الخير، وتحمي أسرنا من كل مكروه ومكيدة. ارفع يدك الحنونة فوقنا واحفظنا في كل خطوة نخطوها في هذه الحياة. يا رب نطلب منك أن تزيدنا من نعمك وبركاتك في كل ما نقوم به، وترشدنا لنكون دائما على الطريق الصحيح. اسكب بركتك علينا في كل عمل نقوم به، وافتح أبواب الخير والرحمة أمامنا، واجعل حياتنا متوازنة ومستقرة في ظل وجودك. يا رب نرجو منك أن تدير حياتنا وتحل مشاكلنا وتفرج همومنا وتسعد قلوبنا وترفع عنا الحزن والضيق. ألهمنا بروحك القدس واجعلنا نتقبل أمور الحياة بالصبر وتفاؤل، وتعلمنا الثقة فيك وتفويض الأمور إليك. يا رب نطلب منك أن تحررنا من الخطايا والأخطاء، وتنير دروبنا بنور حضورك القوي. اجعلنا على استعداد دائم لخدمتك وتعمير مملكتك وتحقيق أهدافك في هذه الحياة، وامنح ضعفي شوقا لا يزول وطوقا لا يفنى إلى جلال المحبة، وهبني أن أراك في نفوس ظمآنة إلى وجهك القدوس. نرجو معا سكن قلبك والاستنارة بفكرك وبلوغ ملء قامتك، فنهتف معا البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين، آمين. لا تنسوا أحبائي وإخوتي أن تكمل باقي الأيام السبعة بهذه الصلاة القوية
لفتح الأبواب المغلقة ولنوال البركة والرزق في البيت وفي العمل، ولكل إنسان يؤمن بالمسيح وبقوة لاهوته أن تشاركوا هذه الصلاة مع 7 من أحبائكم. ولا ننسى أن رقم 7 هو رمز الكمال عند الله. لا تنسوا أيضا الاشتراك في قناة جوسبل وتفعيل الإشعارات ليرسل لك اليوتيوب من قناة جوسبل كلمة الله، لتكن معكم بركة وسلام ونعمة الله الآن وكل أوان. آمين. رجاء محبة الاشتراك في قناة جوسبل وتفعيل جرس الإشعار لتصل لكم كلمة الله.